عندنا صباح اليوم وزارة الصحة أعلنت عن موعد وصول لقاح جونسون أن جونسون. كشفت وزارة الصحة عن موعد وصول اللقاح خلال الأيام القادمة، ويصل يوم الاثنين القادم يعني بعد بكرة، وتحصل مصر على 25 مليون جرعة. وأضافت الوزارة أن اللقاح عبارة عن جرعة واحدة، وفعالية اللقاح في مواجهة الفيروس تصل إلى 88%. أيضا الوزارة استعرضت صباح اليوم بعض الفئات التي من حقها الحصول على هذه اللقاحات، وهم أصحاب الأمراض المناعية أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة أو لديهم أمراض سرطانية. في نفس الوقت اللي كانت وزارة الصحة بتعلن عن وصول الـ 25 مليون جرعة، كانت وكالة الأدوية الأوروبية بتعلن أن ذات اللقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا يتسبب في انخفاض الصفائح الدموية، وتوصي بتحديث المصل الخاص ليشمل تحذيرات من حالة مناعية نادرة وطنين في الأذن والدوخة. يعني يا فرحة ما تمت، ما صدقنا وصل 25 مليون أو هيوصلوا 25 مليون، تطلع الوكالة الأوروبية تقول لنا لا ده اللقاح ده غير مناسب ومحتاج تحديث وبيقلل من الصفائح الدموية وبيعمل حالة مناعية نادرة وبيجيب طنين في الودن وبيأثر على الجهاز المناعي والجهاز العصبي وبيؤدي لدوخة، فتجنبوا هذا المصل. سؤال أخير هختم به الحلقة عشان وقتنا انتهى. ما زال عدد الملقحين في بلد بيتعدى سكانها 105 أو 106 مليون فقط 4500. سؤال، هل ده نقص 4 مليون و500، هل ده نقص في عدد الجرعات ولا عدم ثقة من المواطن المصري في المنظومة الصحية وفي وزيرة الصحة وفي البيانات الرسمية لوزارة الصحة؟ لو كان نقص في الجرعات، البيانات الرسمية للوزارة بتقول لا عندنا فائض وعندنا ملايين الجرعات مستعدين للمواطن يجي ياخدها في أي وقت. يبقى الإجابة اللي فاضلة إن المواطن المصري لا يثق في وزارة الصحة، لا يثق في المنظومة الصحية، فخايف يروح برجليه عشان ياخد اللقاح، خصوصا وإن عندنا 6000 مصل تم حقن بيهم المصريين وهي لقاحات تجريبية دون إخبار أحد عن هذه اللقاحات.